قبل منامي مر ببالي وحي سؤال، لو أن لعمري ميزانا ما المكيال؟ أيقاس العمر بأيام أم أعوام؟ فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا آثارنا. بارك الله فيه وتقف صلاته وصوامه وصدقاته من صدق علينا. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال. أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا. الله يسقيهم كل من حوض الجنة، والله يعطيهم يعني فوق أموالهم أموال جديدة. وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا آثارنا. ما أجمل أن تحيا عمرا غال وثمين بعطائك تسمع. نحن الآن في قرى وادي برخة، والذي يقع في جانب ما بين صور عميرة والجحار في مديرية المضاربة ورأس العارة. هذه القرى المتناثرة بين الأشجار وتنعدم فيها الماء تماما، لأن المنطقة منطقة مالحة ويحجبون الماء على مسافة بعيدة 12 كيلو متر من الطاقة الشمسية في مشروع علاج بالبحار، ومن هنا حوالي 15 كيلو متر من خور عميره وخويرب. هذه الميزة أتينا بها من خويرب في مياه عذبة. طبعا هذه الميزة يومين يأخذوا بوزة، فيطالب أهالي المنطقة أهل الخير بأن يستمروا في دعم هذه البوزة، لأن الماء صدقي، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول نعمة الصدقة سقي الماء. اليوم هذا حملة، وبعد يومين حملة ثانية، بعد يومين أكثر من 75 حالة على هذا أربعة خزانات. هذا هو يعني حاجة الناس ولسان حالهم، يقول توفير الماء سواء كان من بوزة أو من مشروع أو أعمارنا أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هاهنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان، كان وكان وكان، لن تذكر إلا الأعمال.